يقال فيما يقال إن الأنظمة الشمولية لا تستهدف الماضي فقط بل المستقبل كذلك. وهل ثمة مستقبل أكثر من الشباب؟ 250 قتيلا هم عدد القتلى من طلاب الجامعات السورية إلى الآن، بالإضافة إلى مئات الجرحى والمعتقلين. لم تكتف قوات النظام بذلك، بل أغلقت أكثر من نصف الجامعات، وحرم الطلاب في المحافظات التي تعتبر مناطق ساخنة من إكمال دراستهم بعد إغلاق الطرق بالحواجز العسكرية والأمنية ومحاصرة مناطق عديدة. هنا جامعة حلب، تظاهر هؤلاء رغم علمهم المسبق بما سيجري لهم من ملاحقات واعتقال. رسموا خريطة وطنهم تعبيرا منهم عن وحدة التراب السوري. داهمت وقتها قوات الجيش والشبيحة المدينة الجامعية، قتلت واعتقلت عددا من الطلاب والطالبات وأحرقت السكن الجامعي، لكن الطلاب أكملوا مسيرتهم واشتبكوا مع قوات النظام ورفعوا علم الثورة عند مدخل الجامعة. في جامعة البعث بحمص التي لم يرق لثوارها اسم الجامعة، فغيروه ليصبح جامعة خالد بن الوليد الذي يقع ضريحه في أحد أحياء حمص. كما أطلقوا على مدرجاتهم أسماء قتلى الجامعة من الطلاب، وأعادوا كتابة شعارات جدران الجامعة بعد أن كانت تمجد القائد الأوحد. ولم يقف طلاب جامعة دمشق مكتوفي الأيدي تجاه ما يحصل في الجامعات والمدن السورية من انتهاكات للحرم الجامعي واستباحة حرمة الدماء، فخرجوا في مظاهرات في عدة مواقع داخل الجامعة وخارجها. للطلاب بصمتهم الخاصة في التظاهر والتعبير عن رأيهم في طرق وأشكال تعبر عن شعارات هتف بها الشعب السوري. لم تغب مجازر النظام عن ذاكرتهم ما حدث في الحولة عن أطفال كانوا يلعبون هناك، معرض لدمى دامية هو تعبيرهم لمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك ووضع حد لما يجري.